بداية مثالية للأنصار مقابل بداية كارثية بالنسبة لطرابلس مع الشوط الأول من مباراتهم على ملعب رشيد كرامي البلدي بطرابلس. الأنصار عمل كل شيء بالشوط الأول، وبالتأكيد مثل ما ذكرنا بالتعليق وجه رسالة شديدة اللهجة إلى كل منافسينه بأنه حاضر بشكل قوي وخصوصا على الصعيد الهجومي. النقاط يلي ممكن توقف عندها بالشوط الأول هو الفعالية الهجومية والقدرة الهجومية اللي أظهرها فريق الأنصار مقابل يعني الضعف الدفاعي والجانب الدفاعي السيء جدا عند فريق طرابلس. بالحالتين او بالجانبين بدي اتحدث عن نقطتين. اول نقطه عند فريق الانصار في لاعب ما سجل هو الحاج مالك، لكن من دون شك هو كان محور الهجوم. صحيح هيك شرب، نحن حكينا قبل المباراه شرب انه ممكن تكون مباراه صعبه على الفريقين، الواضح انه صعبه على فريق واحد اللي هو طرابلس. الانصار بداية مثالية بالدقيقة 11-2-0، ما في ممكن فريق بالعالم يحلم بهيك بداية بأول مباراة بالدوري. أنا بدي أحكي عن نقطة واللي هي الأهم، الشغل التكتيكي اللي عمله الحاج مالك بدفاع طرابلس، اللاعب الوحيد اللي كان عم يطلع من دفاع طرابلس عم يجي على نص الملعب يخفف ضغط عن لاعبي الوسط ويستلم، عم بيسحب معه مدافع أو مدافعين، عم بيفتح مجال لعلاء البابا وعباس عطوي أونيغا أن يكونوا من قدام، وهون عم نشوف ساعتها الأنصار عم بيهاجم بأربع لاعبين. بعتقد النموذج اللي عمله اليوم الحاج مالك بالشوط الأول نموذج مثال لكل لاعب اجنبي مهاجم ممكن نحن نشوفه بالدوري يعني اللبناني. مهاجم متحرك، ما شفت غير كبير وموسى قدر يعمل هالامر بمباراه النجمه والعهد. صحيح، والشوط الاول خاصه بنفس الطريقه يا صحيح ما سجل، لكن كان عنده تمريره لمعتز باللاج نادي ايضا لما ظهر لخط الوسط واخذ معه لاعبين قدر يفضي علاء البابا بحاله الهدف الاول. صحيح. رح نرجع نشوف الاهداف، انما خلينا نشوف الاحصاءات بالشوط الاول. اربع تسديدات كانوا للانصار مقابل تسديدتين لطرابلس فقط، كورنرز 5 مقابل 3، الاخطاء 12 خطا انصار 7 اخطاء طرابلس، يعني كان في اخطاء كثيره اكثر على الحاج مالك من ناحيه فريق الانصار. خلينا بلكي نشوف مع جورج الهدف الاول بالمباراه ونحكي عن هيدي النقطه، كيف الحاج مالك قدر يظهر من منطقه الجزاء ويروح تاخذ معه لاعبين، وبالتالي شوف الحاج مالك وين تمركزه برات منطقه الجزاء، سمح لعلاء البابا انه يهرب خلف الدفاع، سوء تغطيه كان واضح من كلاوديو معلوف يلي هو من المفترض كان يراقب علاء البابا، والكريدت الكبير للتمريره الذكيه جدا من المهندس عبد الله. هذا اللي كنا عم نقوله شرب، الواضح حاج مالك عنده مهمه انه يسحب مدافعي الانصار لبرا، يخلق فراغ بخطي الدفاع النص تبع طرابلس، وهو هذا اللي عمل المشكله الكبيره اللي سنح لعلاء البابا دائما انه يجي من ورا ويسجل. انا بعد تمركز سيء جدا كمان بهاي الكره خاصه من دفاع طرابلس، واذا بنشوف الهدف دائما الجهه اليمنى يعني عم تنضرب، وليد فتوح هون كان كثير مؤخر. صح. كلاوديو معلوف منه موجود، الكره العرضيه لعبت وبكل بساطه وبسهوله تامه معتز اسهل ممكن هدف ممكن يتسجل، انصار عم بيلعب بهاي الطريقه. صراحة كنا عم نحكي عن الكيمستري بالفريق، إذا ممكن روبرت جاسبر يوجدها بهالمدة القصيرة بالفريق بعتقد انها موجودة مع صوت اول مثالي للأنصار. قبل ما احكي عن اللي عمله تيو بوكر ببداية المباراة بدي احكي عن نقطة كثير مهمة، روبرت جاسبر الضغط يلي عم يعمله بأربع لاعبين بمنطقة الوسط، يعني نحن كنا عم نقول ما في لاعبين عندهم نزعة دفاعية صرفة إذا فينا نقول أو بيور بوسط الملعب مثل ما عنده أحمد مغربي بسام بطرابلس فريق. صحيح. يعني الأنصار عم يضغط بأربع لاعبين بخط الوسط، عم يطلعوا تباعا وين عم تروح الكرة، إلى أي مدى هذا خليه يسيطر ويستحوذ بشكل كتير كبير ويبني هجمته من منطقة طرابلس تحديدا، ما عم بيكون بناء الهجمة من الخلف. الإرباك الكبير اللي يعني دايركت بلاي عم بيكون عم يلاقوا الحاج مالك دغري الأنصارية. الإرباك الكبير اللي انعمل لخط دفاع طرابلس إنه ما كان متوقع إنه روبرت جاسبر يعمل ضغط بأربع لاعبين بخط الهجوم، وهذا الإرباك اللي عمل فراغات كبيرة بدفاع طرابلس، وخاصة الجول الثالث اللي هو مثالي إذا فينا نعيده من الأول، هي كورنر للأنصار، كورنر لطرابلس بإيدين ربيع الكاخي للحاج مالك بأربع لمسات الأنصار خلص المباراة أو خلص الهدف الثالث بالشوط الأول. إذا فينا شرب نعيدها من الأول، الطابة كانت بإيدين ربيع الكاخي بكورنر لفريق طرابلس. فعلا الارتداد كنت عم بحكي عنه من الدفاع للهجوم، ودائما عباس عطوي أونيكا خلف ثلاث أهداف كان قدم نفسه بشكل جيد جدا. البعض انتقد عباس عطوي اونيكا بعد مباراه كاس السوبر بانتظار انه جورج يعطينا الحاله من الاول، انت مصر عليها وعن جد فعلا تدرس. لا يعني لا تدرس الطريقه. صحيح. يلي انبنت فيها الهجمه. هيدا دليل شربي لانه فريق طرابلس عنده مشاكل دفاعيه كبيره، لما فريق بيكون عنده كورنر وهو بحاله الهجوميه عم بيتلقى هدف بطابه مرتده، يعني في تمركز دفاعي كثير منه صحيح. يعني حكيت عن المدرسه الالمانيه والتشابه بين تيو بوكير وروبرت جاسبرت، كنا عم نحكي عن الضغط يلي عمله الانصار مع جاسبرت بهالمباراه، لكن ايضا بدايه المباراه كان الضغط طرابلس من خط 18
بدأ هيك طرابلس لكن وقف فجأة بعد دخول مرمى الهدف وقف الأول. وقف طرابلس لأنه ما أخذت العبرية، يعني الخبرية كلها كانت لدي 11، كانت 2-0. 2-0 نفسيا على الفريق ممكن تكون صعبة، الضغط العالي ما بقى كتير ينفع. هيدي حالة هيدي الهدف الحالة. بإيد بإيد ارتدت من إيدين ربيع الكاخي بيلعبها للحاج مالك. تحسب أيضا لربيع الكاخي أنه أطلع الهجمة بشكل سريع مع الحاج مالك. لاحظ كم لمسة شربت دايركت بلاي عم بيكون مع الحاج مالك. لاحظ كم لمسة الأنصار سجل من الحاج مالك لعباس عطوية اللي تقدم بسهولة، وقبل الكورنر يعني اللافت روبرت جاسبر ترى طلب من أمير الحصري يروح على الجهة اليمنى، بيعرف أنه هاللاعب سريع بيقدر يرتد بالهجمة المرتدة، واستفاد من الشبريكو بداخل منطقة جزاء لأنه شبريكو طويل شبريكو أطول بيقدر ياخد طابة براسه. هيدا نموذج للظهير العصري اللي ممكن يهاجم من ورا ويسجل بغض النظر عن خطأ أو هفوة من عبده، هيدي بتصير مع حراس المرمى. بس إذا بدنا نحكي على الطابة من الأساس قد هي مثالية لما لعبت من حارس المرمى للحج لبعدين العباس عطوي للهدف، بعتقد بطريقه ولا ممكن ولا احسن من هيك فريق الانصار انهى الشوط الاول. امير الحصري رجل مباراه من رجال مباراه خليني اقول، عم يقدم اداء يعني الخط كله على الجهه اليسرى له، وراح بعد طلب روبرت جاسبرت للجهه اليمنى وسجل هدف ثالث. كنا عم نقول شغله كمان قبل المباراه، يمكن روبرت جاسبر بالنهايه المفاجات بعالم الفوتبول كثير موجوده، امن بلاعيبته عطوه الماكسيموم لممكن اي مدرب يحلم يكون عنده هيك فريق. ما فينا نضل نعتمد بس على الاسماء، بالنهايه في تجدد بالفوتبول وهذا المطلوب دائما. طرابلس كان له فرصه تحديدا عبر السوري حسن العوايد، يعني اكثر من كره راسيه كان قريب انه يسجل، دائما الاعتماد يعني عم بيحاولوا يلاقوا وليد فتوح على الجهه اليمنى تيعكس كرات عرضيه لحسن العوايد، لكن مهمته منا سهلة ابدا. عم شوف كمان هالفرصه كانت لحسن شعيط الشبريكو انتقاله من الجهه اليمنى الى عمق المنطقه ليستلم على الجهه اليسرى من امير ويسدد الى جانب المرمى. كمان شبريكو واحد من اللي عم يعملوا مباراه كثير كبيره دفاعيا هجوميا، هيدي ايضا راسيه من حسن العوايد، تركيز على وليد فتوح وعلى الكرات العرضيه. عم الفرصه الاولى اللي انعملت لفريق طرابلس بدقيقه 36 اللي بالراسيه بايدين ربيع الكاخي ومنا خطره، هيدا بيقول لك قد ايه في مشكله هجوميه كبيره. ليش؟ لانه التحضير من ورا عم بيكون كثير بطيء، خط وسط الانصار مستلم الملعب ومسيطر على خط وسط طرابلس، عم بيجبروا مدافعين طرابلس يلعبوا طويل، وهيدا احسن سيناريو ممكن يكون للعيبه الانصار. مشكلتهم واضحه على الاطراف بصراحه طرابلس، صحيح يعني كنا نشوف الظهير الايمن سعد يوسف على الجهه اليمنى بالموسم الماضي عم يقدر يعمل شغل دفاعي وهجومي، اليوم عنده مشكله كبيره بنص الملعب، ما بيقدر يربط الخطوط صح. بالمقابل فريق الانصار خط وسطه ماسك نص الملعب كثير منيح وعم بيقدر يمثل المباراه مثل ما بده. على كل حال حسين اللاعبين اصبحوا موجودين على ارض الملعب لانطلاق الشوط الثاني، رح نحكي انا وياك اكثر بعد نهايه المباراه عن النتيجه النهائيه وعن اداء الانصار وطرابلس، لكن من هلا لوقتها مشاهدينا رح كون معكم على التعليق وبنتقل مباشره الى زميلنا فارس كرم. الك فارس.